صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: أنا أم ولي بنت معاقة لا تقدر على القيام بشيء، وقد بلغت هذه البنت ولا أستطيع أن أقوم بخدمتها، فهل يجوز لي أن أعمل لها عملية قطع الإنجاب حتى لا تحيض، لأني أخاف عليها من بعدي؟ كيف؟ يقول صلى الله عليكم: أنها أم ولها بنت معاقة لا تقدر على القيام بشيء، وقد بلغت هذه البنت ولا أستطيع أن أقوم بخدمتها، فهل يجوز لي أن أعمل لها عملية قطع الإنجاب حتى لا تحيض، لأني أخاف عليها من بعدي؟ هذا لا يجوز، هذه جناية عليها. كونها تتزوج وتنجب خير لها، ممكن يجيها ذرية أو ولد صالح يقوم بخدمتها، لا يجوز قطع إنجابها، لعل الله أن يرزقها ذرية. نعم، ولا تخافي عليها من بعد، الذي خلقها سيعتني بها سبحانه وتعالى. نعم.